أكثر من 36 ألف مشارك في سباق ماراثون بيروت بفئاته المتعددة، من بينهم ما يزيد عن 1600 عداء وعداءة من دول عربية وأجنبية. أنا صار لي من 15 سنة بركض، وأنا بنصح كل إنسان أي مرض فيه يركض بصح. وعندي فخر يعني إني وصلت بيروت، واليوم راح أشارك وإن شاء الله أجيب إنجاز كوني شاركت في ماراثون جدة، في ماراثون دبي. فمن جديد يعني صرنا نطلع على خارج الأردن، بس مو بس بالأردن. بات ماراثون بيروت يشكل منذ تأسيسه قبل 10 أعوام محط أنظار عدائين عالميين محترفين رغم الأوضاع الأمنية المتقلبة في لبنان. هيدا بينزل تحت ما يسمى بقوة الرياضة والرياضة للخير وقدرة الرياضة بتغيير المجتمعات. المشاركون من جميع الجنسيات والطوائف والأعمار يوجهون رسالة سلام ومحبة من خلال الرياضة. تحول هذا الحدث الرياضي السنوي إلى تظاهرة اجتماعية لتتويج عمل منظمات غير حكومية تخدم قضايا اجتماعية متعددة. 120 مؤسسة وجمعية خيرية غير حكومية شاركت في الماراثون للترويج لقضايا إنسانية وخيرية. الماراثون صار مثل عمل خيري كبير، في مش بس انه الناس كلها عم تركض من اجل لبنان بحدث رياضي كبير واجتماعي، بس كمان عم نشوف اكثر من 184 مؤسسة خيرية عم بتشارك بهالماراثون. الإرادة والمثابرة أوصلتا العدائين إلى خط النهاية، والقضايا التي شاركوا من أجلها أعطت بعداً آخر للرياضة والمنافسة. لاريسا عون، سكاي نيوز عربية، بيروت.